مساء الخير على كل مشاهدي شاشة LTC وأهلا بكم في يوم جديد وفقرة جديدة من برنامجكم أستاذ في الطب. طبعا اهتمامات كل ست وكل بنت هي بشرتها، بتهتم جدا ان بشرتها دايما تكون صافية، ان بشرتها تكون نقية، ان بشرتها تكون جميلة مشدودة ما فيهاش اي تجاعيد، ما فيهاش اي هالات سودة. اي ست واي بنت لما بتبقى بشرتها حلوة بتحس ان هي عندها ثقة في نفسها، وبتحس ان صحتها احسن، نفسيتها احسن. كمان مشكلة البشرة مشكلة بتواجه كل الستات وكل البنات من اول الاعمار الصغيرة لغاية الاعمار الكبيرة. النهاردة فقرتنا هنتكلم فيها عن كل مشاكل البشرة، هنتناقش كمان عن كل حاجة تخص البشرة، هنتكلم عن احدث الاجهزة ودور العلاج الطبيعي في العلاج، وازاي كمان نقدر نحن نحافظ على جمال بشرتنا ونضارتها. لكن اسمحوا لي في البداية ارحب بضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني النهاردة في الاستوديو، الدكتورة رانيا السيد عبد العليم استشاري العلاج الطبيعي والتجميل. اهلا بحضرتك يا دكتور. نورتيني يا حبيبتي. دكتور طبعا زي ما انا قلت ان مشاكل البشرة كتير جدا، كل الستات وكل البنات اهم حاجة بالنسبة لهم بشرتهم ووشهم. طيب ايه بقى يا دكتور الاسباب اللي بتخلي الستات والبنات يفقدوا نضارة بشرتهم؟ بصي، في اسباب كتير جدا، سواء للبنات الشابات الصغيرين او نوعية الغذاء اللي بيتاكل. يعني مثلا لو الغذاء ده ما بياخدش فيتامينز كتير، مش اكله ما فيهوش خضار وما فيهوش فاكهة كتير، كل الحاجات دي تفرق. العمر بيفرق جدا مع البشرة، ان كل ما بيعدي وقت في العمر كل ما الكولاجين بتاع البشرة يبدأ يقل. حتى لو في سن صغير، اول ما حد يلاحظ ان البشرة بتاعته بدأت يبقى تقع، يبقى معنى كده ان الكولاجين في البشرة دي بدأ يقل، فلازم نلحق نعالجها. بدايه انت بتشوفي ناس مثلا يبقى سنهم مثلا سن مثلا 50 سنة ويبقى شكلها كبير جدا، واحدة تانية بشرتها مشدودة، ده متوقف على كمية الكولاجين، ان دي ما خدتش بالها ان هي مثلا سن من اول 35 مثلا ما خدتش بالها ان بشرتها بدأت تقع فبدأت تهتم بيها. يعني هل يا دكتور الكولاجين ده ليه اسباب انه هو يعني الست تفقده او البنت تفقده، اسباب معينه مثلا نخلي بالنا منها؟ بصي، هو الكولاجين اصلا بيقل مع الـ age، كل ما انت طالعه في السن كل ما الكولاجين طبيعي ان هو بيبدا يقل، بس بيقل بنسبه يعني مختلفه من شخص للتاني على حسب طبيعه وتكوين الجلد وعلى حسب الغذاء وعلى حسب البيئه اللي الانسان عايش فيها، كميه التعرض للشمس في اوقات الذروه بتاعه الشمس، في حاجات كتيره بقى، يعني فاكتورز كتيره بتحكم. الاضاءه، حد بيتعرض لاضاءه كتير، حد ما بيتعرضش لاضاءه خالص، في حاجات كتيره بتفرق. حد طبيعه شغله بيحط ميك اب طول الوقت، حد طبيعه شغله لا ما بيحطش ميك اب طول الوقت فقدرت تحافظ على بشرتها لمده اطول. يعني الموضوع فيه فاكتورز كتير قوي بتحكمه، وفاريبل ما هو ثابت، يعني مش لا ممكن دي بشرتها تلاقيها كويسه لحد سن اكتر، ودي لا بدات البشره تتعب اكتر، بتنسى شغل كل يوم، بتضطر تحط ميك اب كل يوم. يعني في حاجات فاكتورز كتير هتحكم، وفي فاكتور طبعا الايدج، ده السن ده حاجه طبعا مهمه. طبعا كل ما العمر زاد كل ما اختلفت يعني طبعا البشره. طب يا دكتور دلوقتي احنا بنسمع عن اجهزه جديده، تقنيات جديده لشد البشره والجلد، انا عايزه حضرتك تكلميني عن احدث الاجهزه دي. بصي، هو بالنسبه لشد البشره احنا عندنا جهاز الراديو فريكونسي، ده من احدث الاجهزه اللي اقرتها FDA اللي هي منظمه الصحه العالميه. ده اكتر حاجه معروفه في شد البشره. الميزه بقى انه يا ريت نجيب الفيديو. احنا هنعرضه دلوقتي للجمهور. الميزه بقى ان هو موجات الراديو دي ان هي بتسخن طبقات الجلد العميقه، فمن هنا بنحفز انتاج الكولاجين والالاستين من اول وجديد. عليه؟ اوكي، على الهواء. انا شفته. دي جلسه الريزيو اللي احنا بنشتغل بيها، دي اللي بتشد البشره. بصي، هو بيبقى ليها كذا هيد، في هيد للفيس. بصي، هي حتى هنا بتشد حتى بطنها. يعني دي حتى مش بس على البشره بتاعت الجسم الفيس. كله كمان ممكن يشد اي منطقه في الجسم. هو الريزيو معروف ان هو بيشد اي جزء في الجسم، اي جلد يعني، اي جلد طبعا.
واضحه هي هنا في الفيديو دي الطريقه اللي بنعملها، بياخد كل جزء بقى حتى تحت العين هيتعمل، هيبان دلوقتي اهو، خدت تحت العين دي بسبب ان هي بتكون الرينكلز اللي بتبقى اللي هي التناية الجلد اللي بتبقى تحت العين. بصي تجاعيد وكل بصي الراديو، بصي الموجات بتاعته بتقدر توصل لحد فين، واحنا بنقدر كمان نتحكم في العمق بتاع الموجات بتاعت الجهاز. يعني بنقدر نظبط الجهاز بحيث نتحكم في العمق. بصي بقى تحفيز، ده تحفيز وصل لحد بصي اعمق طبقات الجلد، وبيحفز وبيحفز خلايا الكولاجين بحيث ان هي ايه، شايفه اللي نورت دي خلايا تم انتاجها تاني نضارتها. فبصي انت بيبقى عندك في الحاله دي والدوره الدمويه، بصي طبعا برضو بيحفز الدوره الدمويه، لان هو بيعتمد ان هو بيسخن الطبقات العميقه دي من الجلد، فبيحسن الدوره الدمويه وبيحسن انتاج الكولاجين. بصي الكولاجين كان خفيف، دلوقتي بقى عندنا كميه كولاجين عامله ازاي، شايفه الميزه بقى في القصه دي. يا دكتور بتعيد تاني الكولاجين جوه الجلد مش كده؟ الكولاجين جوه الجلد، فدي عارفه بتستفيدي منها ميزه كمان، انه ان انت هنا بتعالجي، انت مش بس جاست ان انت بتستعيدي حاجه، بتعملي عمليه تجميل او بتعملي او بتعملي حاجه وقتيه. لا، انت اوريدي هنا بتعملي علاج. انت كانت المشكله ان الكولاجين بدا يقل، دلوقتي الكولاجين بدا يبقى موجود. تاني حاجه بقى ان هي فيها ميزه، يعني مثلا كل الناس اللي جم عملوها عندي مثلا في العياده بيقولوا يعني ايه، ان هي بتخليكي شكلك كمان ناتشرال، يعني ايه اللي هو الطبيعي، مش عارفه مش مثلا شده قوي فعينيكي مقفوله، او مثلا اثرت على الانجل بتاعه الماوس فتحسي ان البق بقى واقع في اتجاه مش عارفه تضحكي. دي ميزه طبعا عن كمان الجراح، ان هو رجع عالج المشكله ورجعها وخلى الشكل طبيعي. وميزه كمان حتى عن الحقن، لان هو برضو الحقن بيخلي المنظر ايه، يبقى فيك شويه بالظبط. لكن دي بتبقى عارفه البشره بترجع كانها ايه، طبيعيه جدا، لسن اصغر وكانها طبيعيه جدا. وحتى لو البشره دي كان مثلا سي هي عندها مثلا الخدود ضعيفه او كده، مع انتاج الكولاجين الدنيا بتتحسن. وفي ميزه ثانيه برضو للجلسات دي، ان النتيجه بتبان معاكي في نفس اليوم. يعني انت يعني الجلسه اللي بتعمليها بتبان معاكي. في ناس ممكن ما تحتاجش اصلا هي جراحيه الجلسه دي، جلسه واحده. ما على حسب بقى هي السن بقى، وعلى حسب الحاله، وعلى حسب الوقت اللي هي جايه فيه. في حد ممكن يجي يعمل حاجه للشد وحاجه للنضاره وحاجه مش عارفه ايه، مثلا عندها فرح او هي العروسه او كده، وخلاص مره وخلاص، وتيجي وتبقى خدت الكورس مثلا كله او مرتين بالكتير. في حد سؤال بقى مهم جدا، لانه دايما بيقولوا العرايس يجوا قبلها بست شهور واربع شهور، لا هي ممكن عروسه تروح قبلها بشهر او ثلاث اسابيع، ثلاث اسابيع اسبوعين كمان ممكن تيجي بتعمله، وبعدين بيبقى باين في وكل ما حد يعني بيشوفها انت فيكي حاجه غريبه، ومحدش لمس حاجه لانه مفيش حاجه فيكي اتعملت، انت عالجتي البشره من جوه. طيب كمان يا دكتور انا عايز اسال حضرتك سؤال، الراديو فريكونسي ده ممكن مثلا يكون علشان هو بيستخدم في الجسم كله، البشره بتبقى حساسه شويه، فممكن حد يقول ده ازاي بيستخدم في الجسم وفي البشره؟ يعني لا، ما هي الهيد اللي احنا بنستخدمها، الهرتز بتاعه الهيد اللي احنا بنستخدمها للبشره مش نفس الهيد بتاعه الجسم. دي يعني يعني الجهاز مش ليه هيد واحده، لا، في هيد اللي هي بتاعه البشره، وفي هيد اللي هي بتاعه الجسم كله، اللي هي اللي انت شفتيها دي اللي هي اشتغلت بيها على الوش، كانت هيد صغيره بهرتز قليله، لكن بتاعه البشره دي هيد ثانيه كبيره، علشان تقدر ان هي عشان تجيب طبقه الجلد، لان جلد الوش بيبقى ايه رفيع شويه عن طبقات الجلد طبعا بتاعه البطن او كده. في حاجه تانية مهمه بقى مع الشد غير الراديو فريكونسي، في جهاز تاني بيدي زي نبضات بتشد بقى العضلات، ساعات العضله نفسها خصوصا مع عضلات الرقبه مع الوش، ساعات العضله نفسها تشدي البشره ويبقى شكلها حلو، بس تحسي ان عضلات الوش نفسها هي اللي بقت واقعه. اوكي ايوه بالظبط كده. فعارفه
الافكت بقى بتاع تاثير الجلسه دي يبان قوي قوي لو انت عملتي اللي هو الجهاز اللي بيدي نبضات كده بتعمل تنبيه للعضلات تشد العضلات. ده حاجه ثانيه. اسمه ايه يا دكتور؟ هو جهاز الكتريكال ستيميوليشن، تنبيه كهربائي بس خاص برضو بالفيس، يعني الهيد بتاعتها كده ليها تو بولز موجب وسالب، بحيث تتحط على مصل مصل عضله عضله وتشدي بقى العضله اللي هتشتغل بيها، وممكن تشد كمان الرقبه. هي بتتعامل اصلا الفيس والرقبه مع بعض، بناخد الوش والرقبه مع بعض، عشان انت عارفه لما الرقبه بتبقى بايظه جمال الوش نفسه بيروح. صح. حتى لو الوش خليتيه جميل بس الرقبه بايظه بيبوظ لك شكل الوش عندك. طيب اكيد طبعا يا دكتور حضرتك بتواجهي مشاكل كتير جدا بسبب الترهلات. طبعا. يعني كل الستات والبنات عندهم ترهلات بلا استثناء، المشكله دي ايه سببها؟ بصي، الترهلات دي سببها حاجات كتير، ممكن اولا من ضمنها مثلا سي حد عمل مثلا سي عمليات اللي هي زي عمليات التخسيس، خست فالجلد ترهل. عشان كده احنا هنقطع على حاجه ثانيه اللي هي بتاعت التخسيس. احنا دايما عندنا بنعمل ايه؟ دايما بنيجي نعمل تخسيس موضعي، ودي برضو ميزه الجلسات حتى عن التدخل الجراحي في الحته دي، ان انت بتعملي ايه؟ بتفتتي الدهون، وبعدين بتشدي ترهلات الجلد اللي هو بقى بالريديو، وبعد كده بتشدي العضله تاني. اوكي. يعني بتمري بكذا حاجه، وبعد كده بنعمل جهاز رابع علشان ننشط بيه الجهاز الليمفاوي بقى، ان هو يصرف الدهون اللي احنا فتتناها، وتبقي انت شديتي الجلد وشديتي العضلات ومنعتي الترهلات. الحمل وبعد الولاده طبعا البطن بتتشد، بتعمل عليها ستريتش، وبعد كده بترجع تاني ترتخي. بعدها برضو دي من الحاجات اللي ممكن تسبب ترهلات في الجلد. طب وهل يا دكتور العلاج الطبيعي هنا في مشكله الترهلات ليه دور؟ هو الاجهزه اللي احنا بنستخدمها ده هو دور العلاج الطبيعي. الاجهزه اللي هو جهاز الراديو فريكوانسي او جهاز الالكتريكال ماسل ستيميوليشن او جهاز الليبوليسيس الفات ليبوليسيس اللي احنا بنستخدمه، سواء كان في بقى طرق كتير لتفتيت الدهون، يعني في جهاز الكراي اللي هو تجميد الدهون، وفي تفتيت الدهون بالليزر، وفي تفتيت الدهون بالالترا ساوند، في بقى طرق كتير قوي احنا بنتدخل بيها عشان نخسس، وفي نفس الوقت تبقي انت فقدتي الدهون وشديتي الجلد وشديتي العضله ونشطتي جهاز الليمفاوي بحيث يخرج لك القصه دي باسرع وقت ممكن. ده موضوع يا دكتور مش عمليه بقى كل ده بقى اجهزه، والنتائج هايله، وبيتاخد المقاس قبل وبعد، وبتبقى النتيجه هايله بقى كمان، مش بس النتيجه كتخسيس، النتيجه كمان كشيب. طبعا احنا الشغل بتاعنا كله ان انت بتهتمي بحاجه اسمها الريشيب، اعاده تشكيل او بناء الجسم ده. كمان الريشيب في ميزه ثانيه، ان انت مش يعني ايه، يعني سي مثلا انت لو هتعملي جيم مع نفسك مثلا او مع دكتور او مع اي حد، هتعملي مثلا سي عايزه تخسي 20 كيلو، لا، بالريشيب انت ممكن تخسي 10 كيلو بجيم بسيط خالص، وتشيب المنطقه اللي فيها كتله دهون، فيبقى شكلك خس ال 20 كيلو كانك 20 كيلو وشكلك حلو. اوكي. لان انت شلتي المنطقه اللي فيها الدفكت. ايوه، من غير اي جراحه حافظتي على وشك وباينه في نفسها، يعني حضرتك برضو بتبان في نفس الوقت. طبعا بتحتاج مده، لا، جلسه بجلسه بيبان الفرق. طب يا دكتور ده بالنسبه لشد البشره او شد الجلد عموما، طب نضاره بقى البشره، في اجهزه بنستخدمها طبعًا علشان النضاره؟ طبعا. بصي، احنا عندنا في حاجات كثيره بقى للجلسه دي، في الجلسه بتتعمل برده عشان النضاره. في اول حاجه طبعا الالترا ساوند. الالترا ساوند مهمه علشان هي بتزود انتاج البروتين في الخليه، وبتزود الدوره الدمويه في الخليه، فالالترا ساوند انت زودتي دوره دمويه، زودتي بروتين. أوكي. فده هيزود لك الميتابوليك ريت اللي هو عمليه التمثيل الغذائي جوه الخليه. فبقى رايح لها ايه؟ دوره دمويه احسن، ورايح لها ايه؟ تغذيه احسن. فده بيخلي البشره يبقى فيها نضاره بعد ما بتعملي جلسه الالترا ساوند. في برضو بنتدخل بحاجه ان احنا بنحقن فيتامينز في البشره. كمان ايه؟ لما بتحقني في بنحقن فيتامينز، وممكن نحقن حاجه اسمها هايلورونيك اسيد، ده علشان الهايلورونيك اسيد ده برده من الحاجات اللي بتدي ايه، كانك حقنتي زي الماده اللي بتتحقن في الفيلر، بس بتحقنيها بتدخليها جوه البشره. دي حاجه زي البي ار بي؟ لا، دي حاجه مختلفه عن البي ار بي. بصي، دي احنا بنحقن المواد دي جوه جهاز. الجهاز ده بيوصل عن طريق نبضات معينه الدواء ده اللي جوه الجلد. في بقى ميزه عن الحقن اللي هي الحقن العاديه،
لما تحقني في الفيس نفسه. اول حاجه ان انت بتتجنبي شكه الحقنه، وبتتجنبي الكدمات اللي بعدها والالام اللي بعدها. صح. والحاجه الثانيه لازم نقعد يومين في البيت. بالظبط. بتتجنبي كل المشكله دي. الحاجه الثانيه بقى ان انا الحقنه ليا دبس معين، عمق معين هقدر ادخل فيه، مش هقدر اتعدى العمق ده خالص بالحقنه. لكن بقى بالجهاز ده بيوصل لك الدواء او الحاجات اللي انت حطاها، سواء كانت خلايا غذائيه، سواء كانت فيتامينز، سواء كان جلوتاسيون، سواء انت اي ماده البشره محتاجاها، بيوصلها لاعمق طبقات الجلد. توصل لاعمق طبقه في الجلد من غير ما ايه يعني اعمق طبقه، من غير حقن ومن غير شكشكه ومن غير حاجه من الحاجات اللي هي ايه بتبقى تاذي البشره على الاقل يوم او اتنين. صح. طب يا دكتور، مشكله الهالات السوداء برضو من المشاكل الصعبه جدا، بنشوفها بقى في الستات وفي الرجاله. طيب، وناس كتير قوي استخدمت لها حلول كتيره، بس برضو ما تزال مشكله الهالات السوداء. لو هنقول ان هي بتبقى بنعالجها، فاحنا بنعالجها مثلا لمده شهر شهرين، وبعد كده ترجع تاني تحس ان كانك ما عملتيش اي حاجه. هل في حلول؟ هل في اجهزه برضو زي الراديو فريكونسي والالكتريك والحاجات دي؟ بصي بقى، الهالات السوداء دي ليها جزئين. الجزء الاول لازم نعرف السبب اللي عاملها ايه. هل هو وراثي؟ هل هو تحاليل واشاعات وكده؟ لا لا لا، بنعرف السبب. هل هي طبيعه مثلا الشغل بتاعتها ما بتنامش كويس، مواعيد نومها مره الصبح ومره بالليل، تقطيع النوم، عدم نوم وقت كفايه، التغذيه بتاعتها، كل الحاجات دي الاول لازم نبص عليها ونعالجها. وبعد كده خلصنا الجزء ده، نبدا بقى العلاج الموضعي بتاع الهالات السوداء. اولا بنحقن برضو الفيتامين وبنعمل الراديو وبنكمل عليهم بحاجه اسمها علاج برضو بالتبريد. العلاج التبريد ده بقى بيشيل الهالات السوداء، بيشيل الدهون اللي في البشره، وبيقفل مسام البشره. ده برضو بروب بيبقى تبريد خاص للفيس، غير التبريد التاني اللي احنا اتكلمنا عليه بتاع التخسيس. دي طريقه حاجه تانية للوش بس. اوكي. وبرضو بنحقن فيتامين سي على الهالات السوداء، بيجيب نتيجه هايله. عن طريق برضو نفس الجهاز بيجيب نتيجه هايله. وفي بقى طريقه تانية، دي بقى مش بس للهالات السوداء، كمان الوش لتفتيح لون البشره. بنعمل حاجه اسمها تقشير، بنعمل تقشير فيزيائي. في عندنا تقشير فيزيائي، تقشير كيميائي، وتقشير بالليزر. عندنا ثلاث انواع بالتقشير. احنا التقشير بنستخدمه الفيزيائي. ميزته ايه عن الكيميائي وعن الليزر؟ الكيميائي ان انت بتحطي ماده كيميائيه على الجلد، فبتشيل طبقه الجلد كلها الخارجيه، اللي بايظ باللي مش بايظ، بالسليم بكله. وبيبقى زي حرق، وبيبقى تقعد فتره في البيت وبتمنع عن الشمس تماما. والتقشير كان زمان يعني ناس كتير قوي عملته واتخمت فيه. بالظبط كده. لا ده انا شفت حالات اللي هي عندها برن، محروقه حرق وشها محروق، وتستنى لما الجلد ده كله يتغير، ماساه. لكن دلوقتي الطريقه الجديده بقى هي الفيزيائي. هقول لك عليها، بس نقول عيوب الكيميائي والثاني. الليزر بقى في عيب ان هو بيفتح مسام البشره. لما بتشيلي بالتقشير بالليزر بيفتح مسام البشره، بتلاقي البشره المسام بتاعتها بدات تبقى واسعه منه. الحاجه الثانيه انه ممكن برده انه بتمنعي برده من التعرض للشمس، والبشره بيحصل فيها التهاب. الحاجه الثالثه انه ممكن يحصل حبوب اسمها الميليا، عدوى كده بتحصل في البشره بعد التقشير برده بالليزر. التقشير بقى الفيزيائي تستخدمي كريستاله، بتبقى كريستاله بتبقى بتقشر الجلد الميت او الجلد الفاسد اللي في البشره، بتنظف البشره تنظيف خارجي من غير ما تشيل الطبقات السليمه. اوكي. قصدي الطبقات المريضه. الطبقات المريضه. من غير ما تشيل الطبقات المريضه، وبتحافظ على الطبقات الايه؟ السليمه من الجلد. تاني حاجه ان هي ما بتحتاجش واقي شمس بعد ما بتعمله، وما بتحتاجش اي حاجه، يعني بتعمل الجلسه وممكن تخرج بعدها عادي. ده بقى بيبقى فيه ميزه، بينظف البشره كلها، وبيساعد في ازاله ايه الهالات السوداء، لان هو ايه بيشيل كل الطبقات اللي هي الميته او المريضه دارك. اوكي. طب يا دكتور، الهالات السوداء برضو مرتبطه شويه بالانتفاخ اللي تحت العين. يعني الانتفاخ ده حلوله ايه؟ برضو نفس الاجهزه؟ هقول لك بقى، الانتفاخ دايما بيبقى سببه ايه؟ ان العضله اللي تحت الجفن دي بدات تبقى ويك، بدات تضعف. فبنعمل بقى الريدج ونشدها. والحاجه الثانيه بنعمل اللي هو بتاع ايه، بنقوي العضله اللي تحت العين بالجهاز اللي هو ايه التنبيه الكهربائي اللي هو الخاص برده بالفيس. بنشد العضله اللي تحت العين دي، فبتمنع تكوين الانتفاخ اللي تحت العين، بشرط ان هي ما تكونش اهملت فيه ووصل لكيس دهني.
كيس دهني ده هنشيله ازاي؟ ما هو ده بقى المشكله. او دهون، في ناس بتقول دي دهون تحت العين. لا، ما هو في الاول قبل ما تبقى دهون بتبقى الطبقه دي بدات تقع، فانت أوكي. اول ما تقع خلاص ادخلي في العلاج، لكن ما تستنيش تنتفخ. تنتفخ بقى وتبقى كيس دهني، وكيس الدهني اصل كيس دهني ده بقى خلاص، وكمان يعني هيبقى محتاج تدخل بقى جراحي. وطبعا الجراحه في يعني بتبقى صعبه برضو ان انت تاخدي قرار انك تعملي جراحه وتحت عينيكي وكده. فعلا ما بتوصلش للنتيجه بالظبط وبيرجع تاني. لكن الحلول بقى ان احنا نستخدم اللي هو الاجهزه اللي حضرتك قلتي عليها. هتشد العضله اللي تحت العين، نشد الجلد اللي تحت العين بالراديو فريكونسي، بيجيب نتيجه هايله جدا وبسرعه. ده الراديو فريكونسي ده بيعمل كل حاجه. من هو هايل للبشره، هو يعني عارفه هو يعني الفيديو حتى اللي احنا جايبينه ده هو بره، هو ده الطريقه المستخدمه في علاج البشره. يعني احنا اللي عندنا الحاجات الفيك هنا اكتر، لكن هم بيعالجوا يشوفوا المشكله ايه ويعالجوها. طب يا دكتور برضو مشكله النضاره والهالات السوداء والانتفاخات وكل الحاجات دي يعني تعتبر مشاكل خطيره. البي ار بي بقى انا عايزه برضو حضرتك تكلميني عليه، عشان في ناس كتير فاكرين ان هو ده الحل الامثل. فايه الاختلاف ما بينه وما بين الراديو فريكونسي؟ هقول لك البي ار بي، بصي اللي هو ان انت بتاخدي اللي هو ان انت بصي بتسحبي دم وبتعملي، بصي انا في وجهه نظري ان الحاجات دي فيها احتمالات عدوى وبرده حقن وشكشكه والحاجات اللي احنا قلنا عليها، ان دي وسائل امنه وبتعالج. يعني نسبه العلاج فيها 100%، لكن البي ار بي لحد دلوقتي نسبه العلاج ما بقتش 100%. يعني كمان في نقطه ثانيه، الوقت بعد الجلسات دي اللي انت بتقعدي بيه فتره طويله غير البي ار بي خالص. يعني انت مثلا جلسه الراديو فريكونسي ده لو انت مثلا محتاجه جلسه محتاجه اثنين بحد اقصى بيبقوا 6 مرات، ده لو البشره واقعه خالص والسن كبير وكده بيبقوا 6 مرات. لو انت خلصتيها بتقعد معاكي على الاقل تقدير بتقعد تاثير الجلسه بتقعد سنه. يعني انا ما بشوفش الناس بالسنه وبعدين يجوا بقى بعد سنه سنه ونص. ده بعد الراديو فريكونسي؟ بعد جلسات الراديو فريكونسي جلسه او اثنين او ثلاثه عملتها، مش بعد 6 شهور و3 شهور. بص على الاقل سنه وسنه ونص، ساعات بنعدي سنه سنه ونص، وساعات بقى خلاص داخلين في السنه الثانيه الاقيهم جايين. يعني الناس بتقعد بالسنه ما اشوفهمش، يعني وتجيلي تاثير الجلسات اللي فاتت لسه موجود، بس هي عايزه تحافظ. مش عايزه تزود، عايزه تحافظ. مش جايه بس عشان الدنيا وقعت. فالافكت هنا هو المهم. طب يا دكتور في سن معين علشان يستخدم الاجهزه دي ولا هي متاحه لجميع الاعمار؟ لا، ما هي ميزه الاجهزه دي ان احنا زي ما احنا بنعمل ايه؟ بنشط الدوره الدمويه، بنحفز انتاج البروتين، قلنا بنزود انتاج الكولاجين، بنزود انتاج الالاستين، يعني بتزودي الميتابوليك ريت اللي هو التمثيل الجزيئي جوه خلايا البشره، بتشدي البشره، بتعملي نضاره في البشره، كل الحاجات دي تتعمل في اي ايدج. ده انت لو لقيتي نفسك وانت عندك 25 سنه في مشكله ابداي عالجيها. يعني في ناس مثلا الحته دي عندهم بتبقى واقعه، ابداي عالجيها طالما العضله دي بدات تقع عندك، حتى لو هي صغيره في السن. ما هي العضله دي كده بعد لو سبتيها لحد ما بقيتي 40 سنه هتبقى بايظه خالص. يعني لا، ابداي شديها، ملهوش طعم وملهوش سايد افكت. طب يا دكتور لو جات لك عروسه وعايزه تعمل نضاره لبشرتها وشد بشره وكده، حضرتك بتبداي معاها ازاي؟ بصي الاول بنشوف البشره جزء جزء، وبعد كده بناخد الوش، بناخد طبعا الرقبه زي ما اتفقنا، وبنحدد ايه البوينت اوف ويكنس اللي عندها. يعني مثلا سي الجلد محتاج يتشد، تحت العين محتاج يتشد، بنبدا الاول بايه؟ بريدي. وبعد كده لقيت مثلا في عضله، ساعات في ناس عندهم العضله دي واقعه، ساعات في ناس بيبقى العضله دي هي اللي واقعه، بتبقى مختلف ساعات دوله. دي بتبقى مشكله كبيره. بالظبط كده. ساعات في ناس بيبقوا سموكر، بيبقى عندهم اللي هم الماريونيت لاينز اللي بيبقوا هنا دول. على حسب بقى بنحلل المشكله دي ونبدا بقى نشد عضله اللي فيها الديفكت وبنخلصها. خلصنا القصتين دول بنبدا طبعا معاها برنامج النضاره. كل ده ممكن يتعمل في مره او مرتين. بنبدا معاها برنامج النضاره، وبعد كده بتخلصي النضاره بتدخلي بقى اذا في دهون في البشره بندخل بجهاز التبريد بتاع البشره، بنبدا نشتغل عليه عشان نشيل دهون البشره. طبعا بنعمل تنظيف البشره اللي احنا قلنا عليه بالتقشير الفيزيائي برده عشان البشره تبقى فيها نظيفه ونضره وتبقى كلير.
وتنصحيها دكتور تيجي مثلا يعني مده تيجي قبل قد ايه؟ يعني دايما دكاتره يقولوا خليها تجيلي بدري عشان الحق اعمل لها كل حاجه. بصي احنا في العلاج بتاعنا النتيجه بتبقى سريعه، مش يعني بصي اسبوعين ثلاثه يعني ايه ما تتاخرش، بس يعني يفضل يعني على اقصى تقدير ما يزيدش على اسبوعين. اوكي عشان نلحق بس طبعا لو جت قبلها بشهر يكون افضل، لو جت قبلها يعني مثلا عشان ما يبقاش مزنوقين في الوقت. ايوه يعني فرضا لقينا مثلا الحكايه دي مثلا مش هتخلص في مرتين، احتاجت مره ثالثه، فيبقى احنا معانا في طيب. اوكي دكتور رانيا انا كنت سعيده جدا جدا بحواري معاكي النهارده، من احلى الفقرات اللي انا عملتها بصراحه في استاذ في الطب. انا بشكرك على وجودك معايا، وبشكرك كمان على كل المعلومات اللي فدتينا بيها، وطبعا اكيد كل مشاهدينا ستات ولا بنات اكيد دلوقتي هم فرحانين. بشكرك مدى كمان، بنشكر الدكتوره رانيا السيد عبد العليم استشاري العلاج الطبيعي والتجميل. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، في حفظ الله.